بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال وزير المالية اتحادي السناتور إسحاق دار أن إمران خان لما ينتهي قانون الإسرار الرسمية فقد من خلال قلق دراما مشفرة، بل تسبب بايدن في تشويه صراع باكستان خلال المؤتمر الصحفي إلى جانب ثناء الله وأحسن إقبال ومريم أورنجزيب وعزام نذير ترال، وقالوا إنه سيتم التحقيق في الأمر بشكل كامل وفق الدستور والقانون. صدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس باكستان تحريك إنصاف عمران خان وأسرى القاضي المدني الكبير رانا مجاهد رحيم مذكرة توقيف بحق رئيس عمران خان بناء على طلب مركز شرطة مرغلة. هنا رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء اللي وشعب الصين باليوم الوطني، قال رئيس الوزراء من تقريبها له إن استمرار صعود الصين السلم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وقوة العالمية كبرى هو مصدر استقرار في عالم متغير وسائن منار أمل العالم النامي، وقال إن الصين تقدر التعاون بدلا من الصراع في العلاقات بين الدول. أنا شخصيا معجب بجودة العمل في الصين ومبدع علينا المسؤول والانضباط والوطني، وقال رئيس الوزراء إنه في هذا المرحلة لا يمكننا الخروج من الأزمة إلى أما خلال العمل والعمل على المستوي الوطني فقط. ووجه رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بعد أن لاحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الفيضانات بحل المشاكل التي تواجه تحديد الأسعار في القريب العاجل، مع ضمان عدم انقطاع الإمداد بالمواد الغازية والغذائية، كما وجهت بتقديم دعم خاص للحكومات المقاطعات لتزويدها بمواد الإغاثة والمواد الأساسية الأخرى، كما وجهت لجعلها فعالة. التقى محافظ بنك الولايات جميل أحمد بوزير المالية محمد إسحاق دار، حيث دعا لمناقشة إجراءات الاستقرار الاقتصادي في الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد، وفيما عرض إبداء آراء حول الإجراء المالية التي تم اتخاذها من أجل الانتعاش الاقتصادي للبلاد. قال وزير المالية إن التصريف في سياسة المالية والنقدية لا غني عنها لتحقيق تنمية اقتصادية ممدمة وشملت مثلا دور البنك المركزي في الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. وهنا محافظ بنك الدولة محمد إسحاق دار على تولية وزارة المالية وقال إن قيمة الروبية تحسنت في السوق بعد وصول. يستمر الإرهاب الدولة من قبل الجيش الهندي في كشمير المحتلة. طالب أفراد العائلة زعيم حريات ألتاف أحمد شاه المحتجاز بشكل غير القانوني بالإفراج الفوري. أنها وقالت أبنة ألتاف حسين شاه وصحفية الكشميرية رواء شفي تقريرها على تويتر إلى الأتباع شخص الزعيم حريات بالسلطان الذي انتشر إلى الأجزاء أخرى من الجسم بها في ذلك العزام، ولما يسمح له بمقابلتها على الرغم من الطالبات المتكررة من السلطات الهندية نيابة أن عائلت بإكمالها. ألتاف شاه معتجز بشكل غير قانوني في سجن طيحار السمعة في نيو دلحي على المدى السنوات والخمسة الماضية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.